وحشتيني. وبعدين معاك. بعدين ايه؟ النهارده مش دخلتنا ولا ايه؟ دخل عليك حنس يا اخي. وماله؟ سابقة معاك؟ ما هي فين؟ بقول لك ايه؟ اللي بتعمليه ده غلط مش صح. مش ده اللي احنا اتفقنا عليه يا حسن؟ اتفقنا؟ واحنا اتفقنا على حاجة؟ بعدين انا مش موافق على اي حاجة. من الاخر كده انت مرتي رسمي صح ولا ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ده شكله سكران يا جماعة، ما نطلب البوليس. لا بوليس ايه؟ ده ابن عمك برضه في الاول وفي الاخر يا شهد. لا انا عايزة تطلب البوليس. اطلع بره يا حسن. اطلع بره فين انا؟ في ايه؟ انت سكران ومش عارف انت بتقول ايه؟ مفيش داعي للغلط خالص يا حسن. غلط ايه وزفت ايه على دماغكم انتوا الاتنين؟ بقولك ايه؟ انت لو ما طلعتش بره دلوقتي حالا انا هصوت وهفرج عليك الناس. هو احنا بقى مش هنخلص من الجنان والقرف ده ولا ايه؟ جرى فيها روح الروح، ما تقولي لها رتال. تقول ايه؟ ما تبدأ يقصد ايه؟ ما يقصدش اي حاجه، ده واحد سكران هتاخدي على كلامه. اطلع بره. اطلع بره فين؟ انت مجنونه ولا ايه؟ ايه ده؟ انت مش ماشي يا حاج، هاخده يعني هاخده. هو انت فاكر مفيش حد يقدر عليك هنا ولا ايه؟ عليك ايه؟ ابعد عن وش السعاده، انت ما تعرفنيش. بعدين انت ايه اللي دخلك بينا؟ ايه اللي دخلك؟ ايه ده؟ اتفقنا عليه يا حسن؟ فكك من الحوارات دي، انا وانت متجوزين. العين دي بيقولوا عليها ايام عسل، يبقى ليه نبعد عن بعض؟ الذمه دي ينفع؟ انت كده بتبوظ كل حاجه. كل حاجه بايظه، وفي عدل في العيله دي؟ بقولك ايه؟ اوعي حسن. خلينا احنا مع بعض يا رورو. رورو؟ وانا حوسه. يا بابا افتح الباب. وانا عارف يا حسن انك افتح. افتح كويسه. ده انا هوديك في 60 داهيه بحش. يعني البيت اللي جوزك؟ ايوه حضرتك. حلو قوي. طب وايه الحل دلوقتي يا استاذه؟ انا اسفه حضرتك، ممكن بعد اذنك نخلص الاجراءات بهدوء؟ انت عارفه الباشا ده كان ممكن يحصل له ايه؟ وانت مش قادر تمسك نفسك؟ أبوك عايش؟ لا. ما أنا هقول إيه؟ ما لو كان عايش كان رباكي، ما كنتش عملت كده. مفيش داعي للغلط حضرتك، أنا اتأسفت لحضرتك وقلت لك إن إحنا غلطانين. أنتِ اتجننتي؟ مين دي اللي اتجننت؟ أنا عقلي يوزن بلد. لعلمك بقى أنتِ وهي، أنا الوحيدة اللي فيكوا أعرف إيه الصح وإيه الغلط. هو أنتِ مش مقدرة حجم المصيبة اللي أنتِ عملتيها؟ أنتِ عارفة إن إحنا لازم نسيب البيت ده من بكرة الصبح؟ لا بكرة الصبح إيه؟ ده احنا نسيب البيت ده دلوقتي حالا بعد الفضيحه اللي انت فضحتها لنا. فضيحه ليه ان شاء الله؟ واحد ومراته بيتخانقوا عادي يعني. واحد ومراته بيتخانقوا؟ هو انت ما عندكيش دم؟ ما فيش احساس كده باي حاجه؟ قلبك ما وجعكيش وهو الضابط بيقول لك ان ابوكي ما عرفش يربيكي؟ معلش اصله ما يعرفش ظروفنا، وبعدين ده ضابط مش محترم. هو لو محترم كان شاف شغله وهو ساكت. تخيلي بقى ان انا زي الضابط ده بالظبط ومش قادره امسك نفسي عن اللي انا هعمله فيكي دلوقتي. زينب فوقي يا ماما لنفسك، هتعملي عليها كبيره ولا ايه؟ ما توجهي كلامك للهانم اللي عامله نفسها من بنها، اللي كل شويه تتكلم عن الاخلاق والعيله والشرف. ولا انت اللي جايلي من البلد جره العمده وراكي، اللي ما قدرش ينام يا عيني الا ما يعشيكي يا حلوه. اتهبلت يا بت. لا ما اتهبلتش، بس انتوا مش عايزين تعرفوا الحقيقه، او مش عايزين تعرفوها اصلا، ومش هتهدوا بقى الا لما ينزل قلم على وشكم يلوحكم انتوا الاثنين. كملي كملي، طلع اللي جواكي. هكمل يا شهد. انا عايز اعرف انتي بتخططي لايه؟ مش قبل بقى ما تعرفوا الحقيقه. امك لما راحت تقعد في البلد كانت رايحه عشان عارفه ان هناك اخرها، وانها لو عصرت الدنيا عصر مش هتاخد ربع حقنا من عمك. ده غير بقى مروان اللي انت شايفاه كبير العائل، اللي ماسك نادي عمال يزل فيها ويعذب فيها وعامل فيها حنين وطيب. ولا حسن لهبل اللي فاكر نفسه مقطع السمكه وديلها، وان البنات بتجري وراه عشان جماله، وان ده لو فلس في يوم من الايام محدش اصلا هيعبره بنكله. اما انت بقى يا زينب يا كبيره يا عقله، عارفه صاحبتك ايتن كانت فين امبارح؟ كانت بتعمل عيد ميلادها. عارفه كانت بتعمله فين؟ كانت
طب بتعمله في المكان اللي ما كانتش تقدر تدخله الا بيكي، وما رضتش تعزمك، بيقولوا عليكي فلستي، بقيتي على الحديده، بتستني المرتب كل اخر شهر، فاتكسفت تعزمك يا حرام. اقول لك قالت ايه كمان؟ قالت ان كل حاجه بترجع لقواعدها سليمه، وان احنا بنات الصعيد، يعني المفروض نبقى لابسين طرح وقاعدين على الترعه بنغسل المواعين. انت كدابه. اقسم بالله العظيم ما كدابه، ده اللي اتقال بالكلمه الواحده. هي ماما هترجع امتى يا ريتيل؟ قولي لها بقى يا كبير هترجع امتى؟ مش هترجع. الحقيقه بقى ان ماما مش راجعه. يعني احنا نفضل قاعدين هنا ان شاء الله وهي قاعده هناك، ولا هي ناويه على ايه؟ يا سيد. ايوه. عايزاك ديلك في سنانك وتجري على افخم محل موبيليا تنقي احلى اوضه نوم موجوده واغلى واحده، وتجيب النجار وتجيب النقاش وتيجوا تظبطوا الاوضه العفشه المعفنه دي. انا كريمه بعد القصر اللي كنت عايشه فيه والسجاجيد الحرير اللي مرميه على الارض قاعد في الاوضه المعفنه دي. يلا عبد الحكيم بيه الجنه، نبقى تحت امرك، واللي انت عايزاه هنعمله. اعمل اللي بقول عليه واجري. يلا باتي يا شمس. ايوه يا مرات عم. جابت ايه؟ ايه البرود اللي انت فيه ده؟ ما عندكيش دم؟ ما بتحسيش؟ مش تيجي تقولي يا مرات عمي اعمل لك اكل ايه؟ ولا اجيب لك فاكهه؟ ولا اجيب لك عصير؟ اقول لك انت تروحي على غيط الحمام تنقي كام حماميه حلوين قوي كده مربربين، وكم لا بلاش كام، تجيب لنا ديك رومي حلو مقلوه زي كده وتحشهم لي بالفريك. اه اصل انا وحشني اكل البلد قوي. وبعدين انا عارفه بقى ان انت طالعه لامك جبريه، نفسك حلو في الطبيخ، ولا ايه يا فوزيه؟ ايوه طبعا. هو في زي نفس جبريه؟ انت هتقولي لي ده نفسها بيطلع نار يسوي الاكل على طول. شمس قولي لفتحي يا حبيبتي يروح يجيب لي الشنط من عند عمك عبد السلام. فتحي. نعم. الله ينعم عليكي يا حبيبتي. اه فتحي، ما ده شغل الرجاله مش شغل الحريم. اصل عيب قوي قوي يا فوزيه حريم البيت يخرجوا ويطلعوا كذا مره. لو النبي. اه شفتي شفتي، قالت الكلام بتاعي مظبوط. يلا يا حبيبتي، بس قبل ما تقولي له روحي اعملي لي كده فنجان قهوه على مزاجك، سوهولي على الرمله على هادي وعلى الريحه عشان اشربه واعرف افكر. تشربي قهوه يا فوز؟ ما بشربهاش. ما هو باين اهو ما بتشربهاش خالص. ده انت بكره هتشربي شرب يا فوز. اصبري عليا بس. يلا يا شمس اجري يا حبيبتي. حاضر يا مرات عم، انا هجيب لك عشه الفروج كلها مع فنجان القهوه. طيب يا عبد الحكيم، انا ترميني في عشه الفراخ اللي فوق دي؟ اصبروا عليا يا غجر، ان ما شيفتكم كلكم ما بقاش انا كده.